رحب بكل مشاهدي لـ LBC International والـ LDC بحلقة خاصة من وحي عيد العمال. إن شاء الله ينعاد علينا جميعا يا رب. وبدي عيد كل كرو حلو الحياة لأنه اليوم عيد العمال، ولكن كلنا موجودين هون كرمال نطلع على الهواء ونكون بحلقة خاصة من وحي العيد. الدكتور عماد مراد رح يتناول الناحية التاريخية وكمان من موضوع عيد العمال، وماريا أبو حبيبة أيضا كمان من ناحية التشكيلية. أما طريقة التعامل المدراء مع الموظفين فرح تحكي عنهم السيدة سعد. واليوم رح نتشارك بالتقديم جوان سعد وأنا كارلا يونس، وأول ضيف معنا كلنا منحبه وهو أمير بالغناء وأمير كمان بشخصيته وكمان بموهبته. رحبوا معي بالأمير الصغير. الله الله الخدين، الله عسى ما رسينا، الله عسى واد العين يشعل بالقلب نارين، وانت وين ما بتروح عطرك يا حلو بيفوق قلبي من الهوى مجروح قطع القلب شطرين. الله الله الخدين، الله عسى ما رسينا، الله عسى واد العين يشعل بالقلب نارين، وانت وين ما بتروح عطرك يا حلو بيفوح قلبي من هوا مجروح قطع القلب شطرين. أمير الصغير أهلا وسهلا فيك معنا بحلو الحياة. أهلا وسهلا فيك. ابتسامتنا صارت حلوة، حياتنا حلوة مع أغانيك الحلوة أيضا، ما في شك من هذا من هالموضوع. بيعرفوا العالم مين جوزيف إبراهيم؟ إيه أكيد. في كثير عالم تعرف؟ يعني غير العائلة والأهالي والأقرب أقرباء، في قليل من الناس بيعرفوا هالشيء. بيعرفوا جوزيف. بيعيطوا لك جو زوزو، شو بيغنجو؟ جو زوزو، بوتي بوتي برانس برانس، اوكي يعني كذا اسم. انت بترد على الكل المره هيك بيعطيك وحي البوتي برانس. بتحب هذا الاسم؟ اكيد بحبه، اكيد بحبه، صار هيك جزء من شخصيتك. اكيد جزء من شخصيتي وتعودت عليه، يعني من وقت ما كنت صغير واطلعوا علي الاسم وبعده لهلا معي وكبني يعني كل حياتي. كمان الشحرورة يعني من بيت فغالي، والكل بيعرفوها من بيت فغالي، ولكن يمكن بعد المسلسل تبعولها عرفوها أكتر إنه هي اسمها من بيت فغالي، بس طغى عليها شحرورة مش صباح. كمان خلص كل العالم بيعرفوها شحرورة. دائما اللقب بياخد مطرح الاسم عند الفنان، هيك بتصور؟ ايه هيك عم بيصير، هيك عم بتسمي وائل كفور، ما اسمه اسمه وائل كفوري. كمان ميشيل، ميشيل شيء ما بعرف. يلا هلا 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 بذكر هلا مين. خبرنا شوي، ميشيل كفوري. ميشيل كفوري كمان مزبوط، هاي هي خلص ذكرنا الاسم الاول مش مشكله، المهم معروف هو بوائل كفوري. الصوت دائما بيوصل اسرع من الاسم؟ الصوت ايه اوقات بيوصل قبل الاسم، اوقات الاسم بيوصل قبل الصوت كمان. بيعرفوا العالم اكثر. شو صار معك انت؟ اي حاله يعني وين؟ اعطيني شيء اكزامبل. يعني العالم عرفت البيتي برانس ولا عرفت اغانيه قبل ما تعرف اسمه؟ اول شيء انا كنت لا بيعرفوا اسمي قبل ما ابلش غني انا. لانه بتذكر ب 78 كنت عم غني عند انطوان كربيج بمحل بسامي الصلح اسمه لي فلامباج. اوكي. بقى كل شيء في فنانين واعلاميين تعرفوا علي هون كي كنت موجودين كانوا. بوتي برنس بوتي برنس بوتي برنس، بعدين بلشت اعطي اغاني ونزلت اغاني على السوق. يعني من هونيك حسيت حالك عم ترجع حضرتك تنطلع. يعني الله وجه لها الخير ست فيروز حضرتني ب 78. شو حلو. بعد عندي الفايل، عندي مثلا اخوين رحباني، ست سلوى الله يرحمها كمان. الله يرحمها. وبابو لحود. الكل يعني كل. الاسامي الكبار بتحس هذيك النكهه، بس كنت هيك توقف قدام الكبار بلكوا اجريك كانوا؟ لكن ما بعرف على طول عندي التراك يعني عندي اول ما فوت ايه اول دقيقتين بعدين بيمشي حالي، بس كنت عندي ثقه بالنفس غريبه الشكل. حلو. وكنت غني على جيتار لحالي. ايه مع انك انت كنت كسر القاعده، يعني مش الشرقي الشرقي، لا نكهت الاسبانيول الجيبسي مع مع الغربي. ايه بلشت انا بالاجنبي اصلا وبعدين مثلت لبنان برا ب 80 بعد ما اخذت البرومي بري بالمولاسال، وبس رجعت من المانيا عملت دغري لبناني. حلو. واشتركت مع اهم الملحنين.
ما في شك رح نحكي عنهم بالتفصيل، ولكن بعدنا عم نحكي عن الأمراء والأميرات وكلهم. عندك ثلاث أمراء اسم الله. خبرنا عنهم شوي. في رواد الكبير عمره 18 سنة اسم الله، هلا أطول منك هلا يعني أكيد شاب أطول مني بكتير اسم الله، طالع لأخواله. أوكي. بقى رواد ترمينال سنة رح فوت جامعة. وفي كلارا، كلارا عمرها 14 سنة. أخي أنا كمان بس أنا كارلا. بس يا ريت عمري بعد 14 سنة. وفي عندك تيا ماريا عمرها 4 سنين. هاي خبرية، هاي رجعية. هلا بشوفها بالصورة إذا بدك. هلا أكيد الصور رح يقطعوا بسياق حديثنا. خبرنا شوي عنك، عن تيا ماريا. أخذت لك عقلتك هلا عمرها 4 سنين. كثير. شو صار معكم بعد هالفترة؟ يعني أخذي من وقتنا كثير وبغنجها كثير وهي بتحبني كثير على فوقها. وهن البنت تتعلق ببيي أكثر من الشاب. يعني جبنا رواد وكلارا، وبعد فترة قلت لها لمدامتي أنه ولدين ولا قليل يا بولين. شو رأيك بشي ولد تالت؟ قال يلا ليش لا؟ وهيك صار. اسم الله، الله يخلي لك اياهم. ما في شك يعني ثلاثتهم، واكيد ما في شك انه امراء كمان عندكم بالبيت. رح نكمل حديثنا معك بيتي برانس، ولكن بدي اسلم على زميلتي جوان، وكمان بدي اعيدها بعيد العمال، وكمان بدي اقول لها انه انا هيك عملت لها فيل خير، غيرت لها اسم عيلتها، عملتها من بيت سعد. جوزتيني. كيفك جوان؟ كيفك كارلا؟ ماشي الحال. انا كمان بدي اعيدك وبدي اعيد كل العمال بلبنان وبكل العالم، وخاصة قيمين على برنامج حلو الحياة، وبتمنى لهم كل التوفيق والصحة والراحة النفسية. مشاهدينا، مثل ما قالت زميلتي كارلا، اليوم عنوان العريض لحلقتنا هو عيد العمال، مشان هيك كل فقراتنا رح تكون عم تتناول هالموضوع، وخاصة أول فقرة معي اللي هي الفنانة التشكي مع الفنانة التشكيلية والأستاذة الجامعية ماريا أبو حبيب. نستقبلها سوا. كمان احنا كمان لازم نعيدك بعيد العيد. ميرسي ماريا. لكن اليوم مثل ما قلت قبل انه اكيد رح نحكي عن موضوع مختص بعيد العمال، وهو اللوحات اللي بتجسد العمال. مشان هيك رح نتناول عن فنانين، عن عدد كبير، يمكن عن العصور كمان اللي بلشت فيها رسم عن العمال. اول شيء عبالي تخبرينا شوي مين ابرز الفنانين اللي رسموا العمال. رح نبين هلا الفنانين اللي رسموا اكثر شيء بالصور، من خلال الصور، بس فيني اختصر لك حقبه معينه اللي هي حقبه اواخر القرن 18 بدايه ال 19. كان عم بيصير حركات كثير باوروبا، ان كان تجديديه سياسيه اجتماعيه، وصار في موضوع سائد جدا هو مطالبه بحقوق العمال. يعني صار في تسمعي الصدى انه عم بيطالبوا بثمان ساعات عمل، لانه قبل كانوا العمال يشغلون ساعات طويله جدا. صحيح، مع اجر كثير قليل. مع اجر كثير قليل ويرهقون. نعم. يعني حتى ما كان عندهم ويك اند. صحيح. بقى من ضمن المواضيع هدول اللي يعني عندك المواضيع السائده كانت انه الفنانين كانوا يرسموا اكثر اشياء رومانتيك، اشياء خياليه، يرسموا بورتريات الملوك مثل ما قلنا قبل بحلقة. مزبوط. هلا صارت اكثر واقعيه، يعني السوجيات، يعني المواضيع كانت واقعيه، يعني يرسموا الفلاحين هن عم يشتغلوا، يرسموا عمال المناجم وهن كلهم فحم، ويرسموا العمال هن عم بيرتاحوا. هلا بنشوفهم نحن بس هو اصلا بنعلق عليهم، اكيد بنعلق عن طريقه الرسم كمان. ليش نقوا اول ايار يكون عيد العمال؟ هلا تقول لك اول شيء، هيدي عم بقول لك هيدا جو العام بهيدي الحقبه. بالقرن ال 19، باواخر القرن 19، بلشت بامريكا مطالبه بالثمان ساعات عمل، وكانوا لنقابات عم بيحاربوا انه يطبقوها، وكانوا عم بيعطوا مهله سنتين لاصحاب العمل مشان يطبقوا هيدا القانون. هلا ليه صار اول ايار؟ لانه كان عينوا اول شيء مش عيد، كان نهار كيف بدي اقول لك، مثل اللي بينزلوا فيه بيتظاهروا بيضربوا بيطالبوا فيه عن حقوقهم، يعني مثل كانه نهار تحقيق الطلبات. بيتحرك الشارع، كل واحد ايار يكون نهار تحقيق الطلبات ابتداء من هالمرحله. يعني عم تحكي انت مبدئيا عم نحكي من سنه 1886. صح. اوكي. بقى اللي صار انه وقت اللي كانوا ينزلوا صاروا يتواجهوا بالشارع، يعني انت عندك صار عندك سقوط قتلى بشيكاغو،
مات صار وقتها يعني عملوا ثورة كتير كبيرة ومشاكل بالبعض. لا الدولة وقتها رجعت بعدين انفضحت القصة أنه انكب انبلة بخلال المظاهرة بقى قوصوا البوليس على العالم بس طلع بعدين أنه هيدي مدبرة يعني في حدا من ميلة الشرطة كان بميلة المتظاهرين مثل ما بيصير بالمظاهرات أوقات يعني بيكون يعني عم يعملوا لعبة كرمال يجربوا يمكن يخففوا مشان يبرروا أنه لا قوصوا أنه هن هجموا علينا أو هن ما هجموا علينا وراح أحيتها كمان يعني في قاموا علقوا مشنقة أربعة من القادة تبعوا للنقابات نعم وكمان عندك حتى هلأ حنشوف صور عندك في أول أيار مثلاً بفرنسا عندك مثلا بمنطقه فورمي بفرنسا صار كمان ضحايا اوكي بقى يعني هو رمز اكثر شيء هذا النهار للحركه الحركه الشارع الحركه يعني لا. مطالبه الحقوق يعني شوي يمكن بعدين صار عيد يعني فينا نقول انه مثل عيد صار ثوره يعني العالم بلشت تنتفض بلشت العالم بدها حقوقها وحتى كمان في حركه للامراه يعني صارت الامراه كمان بتشتغل يعني حتى كان في لوحات عم بتجسد كمان الامراه العامله هلا ايه هلا رح نشوفهم بالاخر كمان هلا هو من مبدئيا التاريخ المزبوط هن مع الثوره البولشيفيه عينوه انه هذا التاريخ هذا نهار فرصه صار نهار فرصة مش بس نهار تظاهر أدي بحقهم للرسامين يقدروا يرسموا مثلا كل شيء عم بيصير اضطرابات كل شيء عم بيصير اضرابات كل شيء عم بيصير مظاهرات وحتى كانوا يرسموا إن كان بأوروبا ولا عند الروس لأنه كانت أصلا بروسيا محبز أنه يرسموا كل شيء رسم واقع بيبين واقع الطبقة العاملة الفقيرة وما يكون ضد النظام يعني ضد نظام يمكن لا ما هن لأنه بوقتها كانت ضد تسارية يعني ضد النظام الملكي بقى كانوا يحبزوا لأنه يرسم الواقع أنه كيف العالم عم تنتفض هلا بنشوف كمان مسائل عن يعني مثل اكزامبلات عن هاللوحات نعم شو اللي اختلف شوي بين لوحات بين القرن 18 وال 19 وال 20 عندك بالقرن ال 18 عندك بتلاحظي لوحات اكثر كيف بدي اقول لك يعني مثل الكويات دو لا موسون يعني مثل وقت اللي بيشيلوا بالمنجل القمح الحراسة كانت المواضيع هيك تعطي أنه يعملوا يضيقوا الكادر وكان الكادر ضيق بطريقة أنه يفرجوا مثلا العامل هو عم بيشتغل وما يفرجوك الشكل وجهه يعني يبرموا لك ظهره أو هيك يركزوا لك على العمل اللي عم بيعمله أو كانوا يبينوا لك مثلا بستان وكل العالم مثلا عم بيرتاحوا وناس عم بيرتاحوا وناس عم بيشتغلوا هلأ تفاجئ تفاوت يمكن بالطبقات الاجتماعيه يعني في عالم تشتغل وبتاع لا هن نفس الجروب مثلا نفس ناس عم مثلا أوكي. وقت على بريك الغداء والبقيه عم بيشتغلوا عندك تفاجئ شوي الجورني تبع العامل كيف عم بتكون عندك لوحه لفيرمير معروفه هي هيدي المره اللي عم بتصب الحليب هيدي استعملوها رجعوا ماركت شي فرنسويه بعتقد اسمها لاليتيير او شي هيك هيدي كمان مشهوره جدا بتبين لك بوقت متاخر اللي هو يعني بالقرن 18 انه كيف المراه العامله يعني بطريقه البساطه هيدي بتتناقض شوي مع النظره اللي رح نشوفها بالقرن العشرين او بفرجوك اياها في وحده من الصور دموازيل حتى اجر على اجر لابسه اوفرول واللوك تبعها بوبي وانه هي عم بتلحم الساندويتش يعني يعني كثير كونتراديكسيون بين صورتين انه مرأة جميلة ما بطل التركيز انه اوكي يعني كمان عم بيعملوا لك كمان مثل دعاية بروباغندا رجعنا على البروباغندا انه المرأة العاملة فيها تكون حلوة صحيح. وفيها تكون لابسة اوفرول وبنفس الوقت تطبخ وعم بتلحم اصلا احنا مرقنا حتى بكثير فكرات لانه المرأة عن جد عم تعمل حكينا حتى فيها عن الفاشن انه المرأة لما بتلبس بنطلون كانوا العالم اول شيء ينصدموا لما يلاقوها لما يشوف انه يمكن مش كثير فيمينين بس بعدين صاروا يتقبلوا انه المرأة صارت عاملة وبتشتغل وبتشارك بالمجتمع وعندها دور كتير فعال بالمجتمع عندك بورتريات كمان لأولاد كمان مرسومين أوتوديكس رسم بورتري كتير اكسبرسيف لولد عمره شي 10 سنين بس بتبين مع وجهه انه اكبر من عمره
يعني هذا قضى بالحياة، يعني بتشوفي عندك بورتريات حلوة بهالمجال. هيدي كمان، هيدي كمان يمكن تفرجوا انه اوقات الاولاد كانوا عم يشتغلوا، هيدي كمان يمكن صرخة انه للمجتمع تيوعى انه الاولاد كمان ما لازم يشتغلوا، خاصة من قبل انه كانوا يوصفون حتى ويشغلون بكل شيء، بامور يمكن حتى خطرة، يشتغلوا بمناجم، يشتغلوا بالحديد. كثير صعب. هلا هيدي الشغلة كمان بتعرفي الحلو بالفن انه عالم بخمنوه بعيد عن الواقع، هو كتير ريليتد للواقع، هو بالنهاية من نبع عن الواقع، يعني هو بيمثل كل مرحلة. نحن مثلا هلا فنانين اللي بهالمرحله بيمثلوا الحقبه تبعيتنا بالقرن ال 21. بلشنا نشوف صور، بتحبي تخبرينا شوي عنهم؟ واخيرا واخيرا كنت عم فاجيكي قبل الكادرات اللي كنا عم نحكي عنهم انه الاسباس كيف مفتوح هون، مثلا التركيز اكثر على العمل تبع هدول السياده اللي عم بينقلوا بيسالوا لها هيدي بعتقد شو اسمها؟ ما انا معقوله نسيتك، مرسات يمكن او شيء. ايه مرسات، هيدي لاليتير اللي قلت لك عنها اللي هي كثير معروفه واستعملوها ستيكر ميشان ماركت برودوي لاتيير بفرنسا. هيدي اللوحه لايفا بونيه بتبين لك المراه العامله اللي هي فينا نقول التيب تبع المراه بالقرن 16 17 هي الخياطه، يعني بعده اعمال منزليه، اعمال يعني نسائيه اكثر من هيك. مثلا هيدي شو حلوه هون كنت عم بقول لك انه كيف بارم ظهره، هون التركيز على ليك كيف ظهره صحيح طلع على الضعف تبعه، على التركيز على العمل والشغل والحيط، يعني عم تشوفيه كانه مثل الصخر مثل الكولون اللي عم تشتغل فيها. الالوان كلها تحسيهم بتحسيهم مونوتون، يعني عم بيركزوا كمان هيديك لاسينياك تفاجئكي انه البوانتييست والامبرسيونيست كمان حكيوا عن العمال وبينوا العمال بشغلهم باللوحات تبعولهم. اللوحه اللي بعدها هي لكالبوت، هيدي كثير مهمه موجوده بالموزي دورسي، عم بتبين لك ناس عم بيشتغلوا بالباركيه كانوا يحفروا حفر يحفروا لك كيف عم يحفروا هون بياخذ وقت هون وقت الراحة وقت الدفع اسمها هيدا لو بي دو لا موسون، قاعدين عم بيرتاحوا وناطرين تا يقبضوا، كتير اكسبرسيف هيدا لا فيرمير. وهيدي اللوحة بتشوفت فيها الطابع الألماني الأكثر الفلامان، كيف بتعرفي لأنه من الإكسبرسيون تبع الوجه الشكل اللي بتبين عليه والألوان الألمان إجمالا بيستعملوا الألوان البريك والتار دومبر كتير. شفنا لوحة لموني هون عم نشوف تظاهرة، هون عم نشوف هيدي وقت قلت لك بفورمي بفرنسا وين كانوا ينزلوا هاللوحات؟ كانوا ينزلوا بالبريس؟ ايه لا هيدي مش هيدي مثلا هيدي رسمت تنحط بجريدة لأنه هيدي مش لوحة، هيدي صارت تقنيس ونزلوها بروفيو، يعني نزلت هيدي جرافور بروفيو انها عم تعطي ريفليكسيون رياليتي، يعني الحقيقه الموجوده. هلا بيقولوا بيصوروا، ما كانوا يصوروا بوقتها، كانوا يطبعوا، اكثر شيء كان سائد انه يرسموهم يصوروا المشهد يرسموه ويبينوا لك. مبين هول الصوره اللي قبل شفناها هلا، هيديك فنان اسباني، هلا هون عم ببين لك كيف خلص بنصير مثل الترافايدو شان مثل الروبوي مثل الروبويات. عنده اثنين بورتري له فيها هيدي الصوره، وتشوف يعني هيدي لك الكادر كيف هو ضيق كله مليان عالم، فاجيك كثافه يعني مثل الغنم عم بيشغلوا، مثل الغنم فينا نقول. كثير بشع هالتعبير اصلا يعني النيم. وبالاذن منك شفناها بعدين هي اللي حكينا عن وقت اللي بلشت الثوره النسائيه وهيك، والبنت المره اللي عم تشتغل، المره الحلوه اللي قلنا عم تشتغل ومع الاوفرول. اي مظبوط. نعم، وحلو انه عن جد قدروا يفرجوا كل هالمراحل يمكن مرق فيها العامل، واكيد تركوا اثر لدرجه انه يمكن عملوا فرق باللوحات اللي رسموهم. هيدي بتبين لك كمان انه هذا العيد شو سببه بالنهايه، هذا العيد هو عم بيبين لك هو نابع من تحرك الشارع، يعني هو صحيح. تحرك الشارع وكان في مطالب وعم بيبينوهم بلوحات، يعني عطى ثمر منيح، ويمكن عطى حتى عطيهم حقهم بالعمل، عم نقدرهم على العمل اللي عم يعملوا اكيد. ماريا انا كثير انبسطت بوجودك معنا اليوم بحلب الحياه، وبرجع بعيدك مره ثانيه. ميرسي كثير، اهلا وسهلا فيك مجددا. مشاهدينا بريك وبنرجع نتابع بعده حلقتنا من حلب الحياه. برجع برحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا بحلو الحياة، وضيفنا لليوم لو بيتي برنس، اهلا وسهلا فيك. عن جديد فيكي. منورنا وهيك مخلي لنا حياتنا أمرة بأمرة اليوم نحن. امير بس كنت يعني
كل العالم بتعرفك على طبق انماز. يعني دائما هيدي شخصيتك. يمكن باسبورك، يمكن هويتك. قلت لك من على بكره انا معلقه عليها طول الوقت انا عم برددها. ولكن اغنيه حد على طبق الماز، مين العالم هيك عرفتك اكثر كمان فيها؟ ليك عملت مجموعه اغاني حد طبق الماز، مثلا عملت الله بحب الحلوين، مزبوط. عملت والهويله، الله مع دوليبا كذابي بلاش، مزبوط كمان، يسرح بيني وجهه تحيه، وعدة اغاني هلا هلا بعدين تبع مروان خوري اللي شفنا الكليب تبعه، مزبوط الجيبسي ستايل كمان. ما دام ذكرنا استاذ الياس الرحباني، كان في البوم كامل اي مع استاذ الياس الرحباني، يعني هذا التعامل صح. كيف صار، كيف تم بوقتها؟ هلا استاذ الياس انا بعرفه من زمان قبل ما بلش، يعني كنت اغني الاجنبي، نعم، وكان متابعني على طول بالاجنبي، وكان هو بالجوري اصلا بالمولاسات وقت طلعت الاول. بقى قال لي تعال بدي اعمل لك اسطواني، ما كان في سي دي هلا، اكيد كان في سي دي. قلت له ايه، وعملنا 2 اغاني وقتها من اجمل الاغاني. باي لغه؟ بالعربي. بالعربي كمان؟ باللبناني. ايه باللبناني. يا اخي بذوقك شو حلو يا جارتنا، انا ما تغيرت جوني با شانجي، يعني بالعربي اتسترا اتسترا. لا اغاني كمان هيك ضلت معلقه بذهن العالم. بس الأمير الصغير، إذا أغنية أنت عم تسمعها وأنت منفتح يعني بالإنجليزي بالعربي بالإسباني بكل اللغات العالم، بس في أغاني ما فيك تسمعهم، يعني إذا عم تسمعهم بالراديو أول ما تطفي الراديو طبيعي. مثل شو؟ جديد جديد جديد. بتسملك بدنك هالقصة. جديد جديد وما تركاج ما تركاج، وتقول يعني بدي اسمعها مرة تانية تشوف ثالث مرة، ما في شيء عم يفوت بالرأي يعني، وبعدين ما في شيء عم بيعلي، ما في ميلودي، ما في شيء، ما في ارانجمان، وما في اوقات صوت، اوقات تنشيز بكون مش منتبه كمان، كمان ما انتبهوا لهم طيزتون هدول القصص، يعني ما فيك تتحملها خلص. يمكن مرات ما بتسمع راديو، في اشياء كثير حلوه طالعه فعلا، يعني في اشياء بتسمعي لها حلوه، وفي اشياء ابدا ما فيك تسمعيها. أغنية يمكن كنت اسمعها أم سمعت عن جديد أم من قبل، قلت هيدي لو الأغنية لإلي أنا كنت عملت كتير فيها. في كتير أغاني هيك مثل حبيتها. شو؟ في كتير، ما يعني ما بعرف. تنقول يا غايب ليه ما تسأل مثلا لفضل شاكر، هلا فضل ترك صار غير موضوع. الله يوفقه وين ما كان. الله يوفقه. مثل وائل مثلا عنده أغاني كتير حلوة حبيتها، مثل عاصي، مثل استاذ ملحم. يعني بقول يا ريت هالغنيه لإلي. بس كنت بتلتقى فيهم عم بتشوفهم بتقول لهم؟ اكيد ما يعني ما في شيء بستحي فيه. انت عكست الفن، يعني انت عكست الفن بحريتك يمكن برايك بستيلك كمان، انه ما كنت الفنان التقليدي. لا انا فت وقتها بسيستان فرانكو عرب. يعني هذا الجيبسي انا من اول ما استعملته باغاني، يعني حتى ديسكو، حتى اول شيء كذابي مثلا كثير تقادوني عليها انه شو كذابي، يعني ثقيله ثقيله، يعني قلت لها لوحدي كذابي عادي، في كذابين كثير، في كثير كذابين، في كثير كذابين ما في شك. عرفت كيف؟ قلت لهم دخلكم وقت عامل عبد الحليم شو اسمه كذاب شيء نسيت هلا، يلا هلا بنتذكر. انا اليوم ذكرت شو عم كمان عمل شيء عن الكذب، مزبوط، يعني مش موضوع شيء بحياتنا، هذا بحياتنا الاجتماعيه صح. يمكن فينا يمكن مرض، وهي غنيه اخذت كثير سكسيه يومها، يعني كل واحد متخانق هو صاحبته وهي حط لها كذابه خلص صارت انطباع، سمع عليها وعلى العالي هيك بتذكر انا كنت صار يقطعوا بالشارع وعلى قصص طريفة تصير معكم بالمسرح، يعني حفلة أم بالاستوديو، وأنت كمان مرح أمير، يعني شو بيصير معكم عادة أمور طريفة؟ كتير أشياء هلا، يعني في كتير أشياء صارت معنا. بدي أخبرك شغلة صارت معنا أنا والست صباح بالمسرح. بقى بتعرفي كل واحد معه الميكرو تبعه، وقاعد مشهد أنا وياها وبتصور كريم أبو شقرة، نعم، هذه آخر مسرحية لها، نعم. بقى عم بحكي انا الرول تبعي، والصباح بدها تحكي الرول تبعها، بطل يطلع صوتها لصباح وبعيده عني مثلي ومثلك، يعني اوكي تعمل لي هيك
بقرب. انا ما فهمت علي اول شيء شو بتعمل هيك اللي عم تغمزني بنص المسرحيه. قول انا ليش ما عم تحكي صباح؟ بعدين تبعت انه الميكرو تبعها واقف. اخر شيء هي بدي اجي لعندها، قالت لك قرب لعندي هون ما ضل على الميكرو تبعي. هيدي العفويه اللي بتصير والخبره كمان لها دور. يعني انت هلا بس تشوف كمان شو عم بيصير بالفن لو بيتي برانس، يعني انت اداتك احسن اكثر من انه اعجابك. مزبوط ولا لا؟ شو هي؟ ولا بالعكس؟ بس تشوف الامور الجديده وشو عم بيصير بالفن والفوعه يلي هلا موجوده، بتحس انت اداتك اكثر من اعجابك؟ اكيد بعمل انتقادات. اعجاب شيء بسيط يعني. بس انتقادات كثيره. اوكي. يعني بعطيك اكزامبل، مثلا بشوف حدا قاعد بلجنه. نعم. مش رح اذكر اسماء. لا لا دخلي لك. لا اوكي خلينا بحبين حياتي اليوم. ما ذكرت اسماء. ما عندي عداوه، ما عندي عداوه مع حدا الحمد لله، كلهم بحبوني بحبهم كلهم. بيطلع واحد بالجوري مثلا بيعطي رايه بفلان انه هيدا صوته. قبل ما تعطي رايك بالجوري شوف انت صوتك كيف هو، شوف كيف تنشز على المسرح. هيدي وحده اكزامبل من الاشياء. انا عرفت مين. بعدين في فوتيتي كثير كبيره اللي عنده حالهم بس ما خرج يطلع على المسرح. على اللايف بيطلعوا كله تنشيز بتنشيز وكثير كبار. وفيك ناس مثلا ناس بيغنوا ما بينجزوا. انا بعطيك اسامي يعني دغري. لا في ناس بيطلعوا يمكن نجموا بس بيقولوا انه نحن صوتنا نورمال اقل من العاده، ولكن يمكن متزاكى بنعرف كيف ننقي الاغنيه. اوكي بس ما ينشز. اكيد ما طبعا على التنشيز نحن يكون نورمال وكل شيء، ويمكن صوته منه كثير عنده باور بصوته. بس ما ينشز يبهدلنا يعني، يطلع على الفضائيات وكله تنشيز تنشيز، يروح يظبط صوته. يعني دائما الدراسه الموسيقيه لازم تكون مرافقه الفنان. شو لك يعني يعمل سولفاج، يعمل تمارين، يعمل ها 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 هي هي هدول الامور يعني لازم دائما يكون جاهز. انت كيف بتجهز حالك؟ يعني لو بيتي برانس يعني من 78 لحد هلا مزبوط ولا لا؟ ايه 78. اوكي كنا عم نحكي تحت الهواء عم بتقلي انت اي متى خلقتي؟ اوعى تحكي. انا ضيوفي كثير عم يتمسكوا فيي هالفتره، خليني ضابطه الموضوع. يعني بس كرمال نسيت شو السؤال. والله نسيت السؤال. من وقت ما بلشت ب 78 مظبوط. شو كيف يعني حافظت على صوتك؟ كيف قدرت ضلك محافظ؟ يعني بعدكم عم بتغنوا لايف، بعدكم عم بتغنوا اغاني كثير صعبه، يعني بنعرف نحن مع الوقت كمان بيتغير طبقه الصوت، بيتغيروا الاوتار. شيء خفيف يعني بتنزل يمكن نص طبقه. اذا ضليتك تمرني صوتك نوعا ما بتضل الطبقه، يا اما بتنزل شوي صغير مش كثير. اذا ما تمرنيه لصوتك بده ينزل كثير. اوكي. بقى نحن على طول انا يعني بتمرن بالبيت، برات البيت بكون عم بمشي على الطريق بغني. حلو. بعدين قبل الحفله على طول بعمل سولفيج. برافو. بعمل سولفيج وبحضر حالي لصوتي، يعني بحضر صوتي. مش بطلع هيك يلا بطلع غني. خلص فرد مره. هيدي الخبره كمان. بعدين في كثير اشياء يعني عوامل لتحافظي على صوتي. في رياضه، في ال عدم التدخين. انا لا في ناس بدخنوا صوتهم كثير. مزبوط مزبوط. بس انا ما بحب الدخان ثابت. مثلا اشياء مسقعه ما بشربها، اشياء مقالي مثلا ما باكلها، كل هالاشياء بتساعد صوتك. يعني هذا بعمري انا ما راح اقول قد ايه عمري، عمري كبير صار كثير. لا هي عمي بعدك شاب. اقولك؟ ايه اكيد ما في شك. بقى بعدني لانه مش قصه شيء لانه بتكبرها للمدام. هلا بتزعل منها. لا مدامتي اصغر مني بشي 14 سنه. اوكي منيح، لكن انا خلص انا سيف سايد. بس عم نحكي عن الصوت وعن الصوت، يعني ما بيطلع لنا هيك شيء. هلا هيك دغري؟ ايه. شو بدي غني؟ بدي بركي هيك بتتحمس. مثل شو؟ ما بعرف ليه بدك اياه، على ذوقك. انجلش، عربيك، سبانيش، على طبق الماس، على كل شيء بدك. لا مش بدي غني لك شيء لسردو لانه سردو جاي لهون، انا معروف بسردو صوتي كثير يعطيه مزبوط. رح غني له لسردو تنقول افير باليغ تو لي ماركي دو ساد افير روجير لي بوتان دو لا راد افير كريي غراس ا تو لي زيكو افير ترامبلي لي مور دو جيريكو
Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Allah. يعني إذا هيك بلا تحماية محمد من البيت لهون بس شوبنا كمان يعطيك ألف عافية thank you so much على الأغنية الرائعة جدا وطبعا متابعينا اللقاء ولكن ما ننتقل مرة جديدة عن زميلتي جوان جوان لأنه كمان اليوم نحن هيك في عنا مواضيع خاصة بعيد العمل هيك تنقدرون وكمان نلفت نظر كمان المشاهدين ونتعلم نحن كمان قصص جديدة برجع لعندك جوان ولا موضوعك وضيفتك بس قبل كارا بدي أقول إنه صوت بتي برانس أثرنا كلنا يعني عن جد أخذنا بعيد عن عيد العميل على جو الرومانتيك والحب والحنان مشاهدينا الحلو بهالعيد إنه بيجمع مختلف الطبقات الطبقات الاجتماعية بدي أقول سياسية كن طبقات الاجتماعية وحتى سياسية يعني عم نحكي من مدراء وحتى موظفين وأكيد مدربة وخبيرة الاتيكات عندها كلمة صغيرة بدها تقولها للمدراء بنستقبلها سوا اهلا وسهلا فيك مدام سعد بحلب الحياه اول شيء بدي اعيدك بمناسبه عيد العمال وانا شفتك اصلا شفتك عم تسمعي للتي فرانس يعني حسيتي كمان من سجنك حسيتها عيديه لنا بهالعيد صحيح يعطيك العافيه ويخليه بهالقوه والزخم انا بالبدايه بدي اعيدك وعيد جميع العمال والعاملين بلبنان والعالم جميعا وخاصه يلي عم بيشتغلوا نهار العيد بدي وجه تحيه خاصه للشباب اللي معنا بالاستوديو وبالرجي ولكل العاملين بالالبسية اللي اليوم عم بيشتغلوا رغم انه عيد العمال اصلا هو وجودنا اليوم بحلب الحياه هو احلى عيديه بنظري انا بعرف بمناسبه عيد العمال كلنا كان اليوم موضوعنا هو بيختص بالمدراء واصحاب العمل في عندك كلمه بتوجهي لهم اياها نعم اليوم عم نحتفل بعيد العمال وعيد العمال بدنا نوجه ملاحظات للمدراء او المسؤولين او ارباب العمل شويه نصائح من ناحيه اللياقات ليتعاملوا مع العمال او الموظفين اللي عندهم الملاحظه الاولى لازم كل صاحب عمل او مدير او مسؤول يكون عنده لياقات تجاه موظفه دائما يخاطب موظفه بكلمات اللياقه يعني يطلب منه بطريقه لبقه ويعطيه كريدت بطريقه لبقه ويتشكره اذا اتم العمل بشكل جيد مش مقبول يكون المدير لانه فقط مدير او صاحب عمل يتعامل مع الموظفين بتسلط او بقله لبقات من ناحيه على القليل التعابير الشفهيه اللي بتطلع منه نعم الملاحظة الثانية بتمنى على الجميع انه ما يميزوا موظف عن موظف او عامل عن عامل، هلا يمكن اصحاب العمل يكون عندهم حدا موظف بالشركة بيقربهم، عندهم معرفة خاصة فيهم، ابنهم او الى ما هنالك، ممنوع يكون بعلاقاتنا يكون في تمييز بين موظف وموظف على الاقل ظاهريا، هلا بحياتنا الخاصة بنحب هالموظف لأمور اصلا العمل يعني الرسمية بالعمل في رسمية وفي سواسية للجميع، هلا اذا حتى لو كان يمكن أشطر من هلا الأشطر في له حوافز لنخليه أو كفاءات مكافآت بنعطيها ولكن التمييز بين فرد وفرد بأماكن العمل مش مقبولة نهائيا ومرفوضة وبكل الأحوال بتعطي شعور غير جيد عن الموظف ما بيعطي بالضبط بالضبط النقطة الثانية اللي على صاحب العمل إنه يتحلى فيها إنه ما يطلب أمور خاصة من الموظف تاعه يعني هل الموظف وظيفته يعمل 1 2 3 4 بشكل عام كعمل ولكن انه يطلب منه خلينا نقول يوصل الاولاد على المدرسه يجيب هالتياب من المصبغه يعمل امور ما إلي عائق يعني امور خاصه يعني منا له منا مرجعه منا مهمه له مش مطلوب منه او مش مقبول يطلبها هلا في كثير موظفين بيعملوا هالشيء لانه بيكونوا خايفين على وظيفتهم ولكن هيدا الامر يعتبر منافي للاعراف الحميده اللي ممكن يتحلى فيها صاحب العمل بدك كمان بدهم يطلع لهم ميزه اكثر يصيروا هلا اللي بعرف انه بيكونوا كثير مزعجين بس بقولوا هيك العمل عم بيكون مطلوب منا بخافوا حتى يخسروا عملهم يخسروا عملهم لانه اوقات بيكون يعني صاحب العمل بيكون كثير متسلط نعم. بده يمشي الشغل كله نعم. مثل ما بده هذا الشيء معناه بحلو الحياه اكيد 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 بما انه حكيت عن التسلط في كثير من المسؤولين او اصحاب العمل بيعتبروا انه اذا كانوا متعاليين ومتسلطين وصوتهم دائما عم بيلعلع بالعالي بيكونوا عم بيقوموا بقيادة مؤسسة عيتهم
دائما مزبوط. اللي صوته عالي بيكون ما بدي اقوله ولكن بيكون مدير فاشل. صحيح. ممنوع المدير يطلع صوته على موظفينه، ممنوع يهينهم اذا بدك، مع انه انا ما بحب هالكلمه. لازم يكون قريب لإلهم ولا زمن التعالي، المتعالي مش محبوب من الجميع. طب بس كمان في نقطة إنه عادة الشخص اللي يمكن كتير بيهتم بمشاعر الموظفين، اللي كتير بيهتم بالأمور الشخصية تبع الموظفين، أوقات حتى ما بيميز أبداً، يعتبروه يمكن ضعيف الشخصية، يعني حتى بيصيروا يستخفوا فيه، يعني رأيه ما كتير بياخدوا بعين الاعتبار، بيصير تفلت شوي الامور بالشغل وهيك. في هي الفكره كثير بسمعها دائما، ولكن في شيء اسمه انضباط بالعمل. انا اذا قدرت اضبط ايقاع العمل تاع موظفيني بنفس الوقت بكون لطيف لالهم، موظفيني بيعطوا انتاجيه بالشغل عن لو كنت مدير متسلط وما عندي انضباط بالعمل. المدير مش برفعة صوته ولا بالقساوه اللي بتكون عنده. العمل بده يمشي، رح يمشي اذا كان بلطف ولا رح يمشي اذا كان بقساوه بشكل اقل. صحيح. من اللطيف القريب من الموظفين هو للموظفين بيعطوه إنتاجية أكثر بالعمل، حتى بيعطوه إخلاص أكثر. يعني إن كيس في حال من يعني لسوء الحظ مثلا حدا الأعلى بعد من مديرهم طلب إنه يعني يروح من الشغل أما يعني يصرفوه من الشغل، بتحسيهم بيوقفوا حده، بيهتموا حتى بيسمعوا كلمته. بالضبط. خلينا نحط ببالنا انه نحن عم نقضي باعمالنا نص وقتنا، يعني اذا انت ببيتك عم تعدي اربع ساعات من ساعات بيتك الثاني، واذا ما كان الموظف مرتاح ببيته الثاني ما حيعطي مهما كانت الحوافز الماليه. ممكن يترك المؤسسه اذا شيء قرشين زياده لانه منه مرتاح اجتماعيا ونفسيا، ولكن اذا كان مرتاح نفسيا واجتماعيا ممكن يضل حتى لو كان المعاش شوي اقل من المتعارف عليه بهيك وظيفه. اصلا هيدا حتى دراسات سينا يعني بكل مختلف المجالات بيقولوا انه البرودكتيفيتي بتعلى اذا الانسان مثلا حتى بالدرس، يعني بيقولوا اذا بيموه وبعدين بيدرس بيرتاح نفسيا، عشان هيك يمكن بيعطي برودكتيفيتي اقوى. عشان هيك كمان الشيء بالعمل عشان هيك لازم اكثر شيء كمان يركزوا على تحفيز الموظف، يعني لازم نحفزه، اذا غلط نعرف كيف نوجه له ملاحظه انه غلط، مش نحطمه وما تكون اوبنلي او بشكل عادي للجميع انه انت غلطت، ما بتفهم، ما بعرف شو هالكلمات المسيئه لشخص الموظف نقول له اياها على الطالع والنازل. صحيح. اذا غلط في اليات لمحاسبه المخطئ، اذا غلط لاول مره فينا نعلمه، فينا نكون مثال له حتى يتلف الخطا مره ثانيه، بس ما فينا نحطم له من معنوياته وما نعطيه شيء يقوي له من معنوياته او نحسن له قدرات العمليه. في شغله كمان كثير مهمه على صاحب العمل انه ما يسرق الفضل من موظفينه، يعني انطلبنا ينعطى بروجكت محدد أو مشروع محدد ونجح هالمشروع، اللائق هو مش اللي بياخد الفضل بالعمل لإله، بقول أنا اللي عملت، لا، يقول أنا اللي نجحنا كفريق واللي ساعدنا هالموظف الفلاني. التحفيز كتير جيد حتى بس لو كان بكلمة. كمان ما بترجع للمدير، أوقات الشركة هي حتى نظامها بيعين إنه يمكن هيدا المدير مسؤول عن هالكرو، فبيعتبروا إنه الكريدت مجبور يجي يرجع. بس دائما في شيء سرقه الفضل، يعني الكريدت تاع الشخص اللي عمله لازم ياخذ حقه بالعمل اللي عمله، ما ينسرق من المسؤول عليه او المدير عليه او صاحب العمل. مدام سعد، قد ايه مسموح نعطي بونس بمناسبه عيد العمال؟ هلا انا بتمنى انه يكون انعطى بونسز للعمال. هلا البونس مش ضروري تكون بالمال، ممكن تكون بالاوتينج اللي بينطروها الموظفين من سنه لسنه. الاوتينج هي الظهره الجماعيه اللي بتكون لكل الموظفين ان كانوا مدراء ولا عاملين عاديين. انا بحث كل الشركات انه يصرفوا هالمبالغ ليكون الاوتينج، لانه بتكسر الحاجز بحياتنا وبتخلينا نتقرب اكثر من الموظفين اللي عندنا. ممكن يكون حفله عشاء، ممكن تكون ورده عم نقدمها للموظف. صحيح. الافضل يكون مالي، ولكن بالقوانين ما في شيء بيلزم صاحب العمل يعطينا بونس مالي على العيد. هي هديه، يا اما بنعطيها ماليه او بنعطيها اذا بدي اكتيفيتي جماعيه للمؤسسه لحتى تقربنا من بعض. مدام سعد، انا ما بدي وضعك هلا لانه بدي ادعيكي وبدي ادعي كل النساء يحضروا سوا، نحضر سوا كلنا هالريبورتاج. كشفت دراسة علمية حديثة إنه المرأة بتبين أكبر بالسن يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتحديداً الساعة 3:30 عصراً، لأنه طاقتها بتنخفض بنهاية الأسبوع وبيبين الإجهاد واضح عليها وكأنه كبرت سنين مش أيام.
وأظهرت دراسة اللي أجراها مجموعة من خبراء التجميل بشركة صناعة منتجات العناية بالبشرة والشعر إنه 60% من سيدات العالم بيكونوا بأسوأ حالاتهم الصحية قبل نهاية الأسبوع تحديداً، بينما يوم الجمعة هو أسعد أيامهم على مدار الأسبوع لأنه بينالوا قسط من الراحة والاسترخاء بيعزز نضارة بشرتهم. وقدمت الدراسة بعض النصايح للمرأة للحفاظ على بشرة شابة، وأهمها الحد من تناول الوجبات السريعة والحلوى بظل ضغوط العمل، والحرص على الحصول على قسط وافر من النوم ما بيقل عن 7 ساعات يومياً. يعني شو رأيك بالريبورتاج؟ هلا نحن بلبنان بثقافتنا بنقول الأربعة بنص الجمعة تاري يمكن فيها شيء، الجمعة بننبسط لأنه رح نبلش على الويك إند وبيخلص نخلص يعني أنا هلا كبر عمري شوي مبين إحنا أربعة لربع يعني أنا لقيت يوم الأربعة بس أربعة لربع يعني زمطنا إحنا جينا فترة ما كنت كتير منيح كتير منيح بتخيل يمكن في مزبوط بنص الجمعة ما بعرف ما عندي فكرة على الدراسة بس مهضوم كتير ريبورتاج أكيد مهضوم بس بتخيل الشباب هو شباب القلب صحيح أكيد وإذا نص ساعة رح نبين أكبر والباقي بنرجع أصغر فكتير منيح كتير منيح المهم يعني جاي نهار الجمعة صحيح. وجاي الويك آند وبنرجع البرمي عن جديد صحيح أهلا وسهلا فيك يا هلا سلبي عاد على الجميع ونخلينا بهالطاقة بالقلبي سي وخاصة بهالبروجرام وأنا برجع بعيدك مرة جديدة مشاهدينا بريك ونرجع منتابع بعده حلقتنا الكتير حلوة اليوم بمناسبة عيد العمال حلوة الحياة بتابع مشاهدينا وهلأ صار وقت كلنا نرقص لأجل السلام والتفاصيل مع مجيد حرب حلوة الحياة أهلا وسهلا فيك مجيد بحلوة الحياة العنوان هو حمرة ستريت دانس نرقص لأجل السلام العنوان حلو بس مضمون أحلى أنا هيك بعرف شو مضمون هالإيفنت؟ اوكي هو الايفنت معمول لنجرب نفضي الشحن عند العالم اذا بدك قبل الانتخابات وبذات الوقت لنشجع موسم السياحة والاستيف بلبنان يعني لنقول انه بلا عنا سلام وقادرين نستقبل عالم وسواح نعم مين طلع بالفكرة؟ طلع بالفكرة هو شخص معنا بالشركة وقتها هيك بعد ظروف السياسية اللي صارت على البلد فقال ليش ما نقول انه بلا نحن فينا نعمل بلد منيح وبلد بيستقبل سواح فجربنا يعني هو إيفنت أول مرة بينعمل وعمل ينجح فمين رح يشارك فيه؟ يعني أنا بعرف أنه في شخصيات معروفة رح تشارك فيه يعني من فنانين إعلاميين وغيرهم مزبوط حيشارك فيه فنانين ممثلين ومغنيين كمان حيشارك فيه وجوه جديدة مرشحة على الانتخابات سياسيين نعم في تواصل مع كم حدا من مشتركين الزعيم في سيدات مجتمع مرشحة على السياسة ليش لا لنقول أنه نحن بدنا كل رح يرقصوا؟ لا هذه بارت سياسة هلا انا بقول بيعرف يرقصوا حلبة السياسة يعني على حبال السياسة يمكن مش اكثر على الرأس اكيد وحتشارك معنا مريم كلينك كمان كشخص مرشح على السياسة كمان في بعض سياسيين احنا حنوجه دعوة لكل السياسيين بالنهاية بس تعرف الاوضاع أوضاعهم الأمنية مش كتير صادقة ما حيتلقوا بتعمل طاولة حوار تحت بالحمرة أصلا أما نحكي على المكان كمان عبالي تخبرني تبعتيني شو رح يكون فيه بالإيفنت يعني رح يكون فيه مسابقة للرئيسين رح يكون فيه رقص غير الخطابات السياسية رح تنعمل شو هدف هالإيفنت يعني شو رح يكون فيه هو مقسم إذا بدك لكذا بارت أول بارت هي سياسة وإذا بدك كمان إعلاميين حيحكوا إعلاميين من كل الأطراف من كل الأطراف من ماكسيموم تلفزيونات وراديوات عم نقدر نتواصل معهم هيحكوا شو دور الإعلام بالسياسة قد ممكن الإعلام يحرض سياسيا قد ممكن يروق الوضع سياسيا بعدين حننتقل لفقرة الغنى حيطلع كم حدا يغني كم فنان يغني لأنه هن أكثر عالم إذا بدك عم يتركوا طابع عند العالم نعم بعدين حيكون عنا دانسينج كومبيتيشن مباراة رقص مين حيشارك فيها؟ نحن مباراة رأس هي لكل العالم جمعيات وعالم عادي بندعي كل الجمعيات طبعا تشارك فيها دانس كومبيتيشن في إلى جوري أكيد جوري منهم حيكون ستارز ومنهم إعلامية عادي ومنهم خبراء رأس يعني وفي جوائز أكيد في جوائز نحن لقينا دانسينج كومبيتيشن لأنه دانس هو فن رائع براقي بيخليك تفضل ستريس تبعك
بذات وقت تروقي حالك جسديا. صحيح. دانسينج عم تحكي يعني بول روم دانسينج؟ ايه يعني كأي نوع اي انواع رقص كل شيء بول روم دانسينج. ايه ما هو انت بتنقي الدانس بدك ترقصيها وتفوتي بالكومبيتيشن، ما انا حاطين مش انه يعني اورينتال وهيك، لا بس عم نحكي دانس وصالون يعني. لا مش ضروري بس دانس وصالون، شو ما كان الدانس ما معنا مشكله يعني. نحن الفكره انه بدنا العالم تيجي تفضي طاقتها، كيف بدها تفضي طاقتها؟ مش هو الرقص اصلا كثير بيريح يعني الفكره بس انك تتمتع بالنظر عليه يعني بترتاح. وبيرجع بيلحقوا عرس فولكلوري لبناني، هذا العرس لسببين. اول سبب هو انه لنقول انه من زمان يعني 30 سنه و40 سنه لورا ما كان لبنان بس حرب، بذات الوقت كان في قصص عم بيعملها كثير مهمه اللي هي كان عم بيزرع اسمه اذا بدك بجبال كثير عاليه. نعم. وين ما كان، فلنرجع تراثه وتقاليده وعاداته ليش لا؟ انا بعرف كمان انكم عاملين زواج زواج مدني، زواج مدني هيك هيك الحفله قايمه، ففرد مره بما انه وزير الداخليه وانا اليوم زميلتي كارلا تجوزتني يعني عملتني عائلتي كمان سعد من البيت يمكن بيقرب مدام سعد بنعمل لك العروس لكن فنحن عم ندعي انه اذا في كوبل بده يتزوج زواج مدني نحن كمان مستعدين بدل ما يكون العرس تمثيل للفولكلور نحتفل فيه عرس مزبوط. نعم. وفي وين رح ينعمل هالايفنت؟ هو بالشارع الحمراء، شارع الرئيسي للحمراء بقرب مسرح المدينه. اوكي، واي نهار؟ نهار الاحد 19 ايار الساعه 6. نعم، ورح يتسكر على سكو الطريق؟ نحن اخذين الترخيص من وزاره السياحه، نحن برعايه وزاره السياحه على باركينج اللي حدا. هلا بعدين انه اكيد ما بفتكر حيكفي والعالم هي وقد ايه حتجي قد ايه حتتكاتر. انا اكيد حيكون في اقبال كثير كبير وخاصه انه هذا اول مره بينعمل هالايفنت. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك مجد بحلو الحياه، وان شاء الله يا رب هالايفنت مش يكون اول مره بس ينعاد كل سنه. اوكي. مشاهدينا هلا عوده لعند زميلتي. برانس كيفك تطور الرقص؟ الرقص؟ ايه برقص، بعمل ديفولما بالرقص. بحب ارقص كثير. بتحب ترقص؟ يعني على طول بالسهرات اول شيء اول واحد بده يقوم يرقص انا بتقول لي مرتي لا تستحي مرتي لا خليك خلي يقوم حدا، قلت له انا بحب ارقص شو بدي بالعالم كله انا يعني رومانسي. بتحب ترقص انت وياها سلو؟ بتحب سلو يعني الديسكو الراب شو ما بدكم بس المهم لا راب لا ما كثير راب ماني كثير قوي بالراب. كيف انت بطبعك رومانسي يعني اكيد طبعا بنعرف انه اخذت مدامتك عن حب عن قصه حب عم نشوف هلا صوره العيله كلها اسم الله لكن مزبوط بوبيل صغير عاملينها بالبيت هلا مفرجيك اياها لحاله لحالها هيدول بالمناسبات العائليه دائما هيدا صغيره شفتيها صغيره اسم الله اميره مزبوط اميره هاي مغيره كل جو البيت كلها حلو يعني بتعطيكم هيك الفرحه يعني هي ورده البيت بهالعمر والغنج صح هواياتكم بالعائله كيف بتسافروا سوا امير شو بتسافر لا هلا مثلا ابني مسافر هلا اوريدي كان هلا باسبانيا وفرنسا وايطاليا هلا بيجي هلا الجمعه قبل ما يقدموا يعني التيرمينال مزبوط يتنفس له شوي راح مع الانطوني يعني شيء 70 شخص بيرجع اوقات انا بسافر كثير يعني طبعا ومسافر انا ومرتي كثير هلا بتصور انت ومرتك كليب بامريكا كمان صور بامريكا كليب صح تذكرت بين هوليوود ولاس فيغاس شو هلا بنت ال 14 بتسافر كمان خلص قررت بقوت. ايه خلص رايحه على سريلانكا برافو قالوا لي كثير حلوه سريلانكا انا مش رايح على سريلانكا كثير حلو المخرجه عنا راحت على سريلانكا كمان ايه بعد ما رجعت بس ترجع بدنا نخبرك اذا حلوه ولا هلا صغير بعد ما سافرت محل بعدها بالبيت اشوف بعدها بالبيت هويتكم بالعائله كلكم سبورتيف بالعائله اسم الله عليكم يعني حسب ما بعرف انه انت ما بتقفل المشي مشي ركض وسباحه اذا كانت عم تركض بترعد عفوا اذا كانت مطايفه اذا شوب كل يوم على طول لو كان ثلج بلبس بوني وهيدا وبروح اون بلانير ما بحب امشي على المركب التريدميل عادي أبدا. ما بتعني لك شيء ما بتعني لي في عالم اكيد بتعني لها كثير بس انا بحب اون بلانير شم هوا نظيف مزبوط هيدا كل واحد مزاجه هلا قد ايه نظيف صار بلبنان ما بنعرف بس هلا انا قاعد هون قريب عليكم هون شوي بالجبل شوي شجر شوي صنوبر ماشي الحال يعني للاسف الشديد صرنا عم نشوف بلاد برا عم يشجروهم وعم بتكون الطبيعه بتعقد هون بقصوه نحن صرنا عم نرجع لورا عم نصير نحن صحراء هون صح يعني هذا الشوب يلي عم يجي ما بعتقد هذا شوب طبيعي يعني عم تتغير الارض كمان طبيعتها هلا هي كل شيء بس نحن كمان لك بقى مرتي بولين كمان تعمل سبور كل يوم
وهي اصلا كانت تدرب ايروبيك. ورواد ابني بيلعب فوتبول وفوتسال. يعني كلنا اسم الله تعالوا فريق بالبيت. بتعدوا بتذكروا على بعضكم مين عم ياكل هيلثير ومين عم يهتم بحاله. لا كنا بناكل هيك اشياء حلو كل شيء. إذا المدام قولي بالنهاية إذا هي سبورتيف يعني الكل بده يمشي. بعدين سفرة دايمة فتافيت كله هذا موجود عندنا. يعني لو بدي فرانس بنعرف إنه نشاطاتكم كثيرة وحفلاتك كمان كثيرة، بس شو محضر يعني صيفيتكم منيحة لحديت هلا الحجوزات وكل شيء؟ يعني بتصور لهلا ماشي تمام، واقف هيك شوي بقدر. آه برافو. شوي هيك كم عندنا كم مهرجان يعني. بس عندي سبعي الغزير، بس كنت ما يفوق حصبايا الباروك الحاد زحلي، وبعد في شي خمسة ستة عم خلص انا وياهم. يلا الحمد لله على القليلة عم نسمع انه في مهرجانات بالصيفية، والصيفية رح تكون عامرة بوجودكم بوجود اصوات الاهل الحلوة كمان يلي بتزين لنا حياتنا، وكمان بنفس الوقت بتسقفنا وبنعرف شو الموسيقى الصح شو الموسيقى الغلط من وراكم. لو بيتي فرانس اهلا وسهلا فيك معنا بحلو الحياة، دائما نحن بننبسط نشوفك ونتمنى لك صيفية عامرة باذن الله. مشاهدينا رح نشوف ريبورت انا وياكم، رح نشوف لومينيريوم ميرازوزو شو هو بهالريبورت بنكتشف. It's a job description that I created really because I'm not an architect. I am self-taught in designing inflatable structures, but the structures that interested me were structures that were architectural in their nature. The Luminaria have visited 38 countries, and in that time, I think now there's probably more than 3 million people have passed through the structures. We're here in Lebanon at the invitation of Post Design, and in the body of Helwe El Hayet May. So the first structure named after my daughter, who was born in 2002, was Amo Zozo, which is just very simply I love Zozo. And then after that came Amokoko, which was because there was a little boy who was born in 2005, so it was called Amokoko. And then there was Mirazozo, which is the one we're bringing here, which was just from the Spanish look Zozo. And then there was Miracoco, but now it's finished the naming of after my children. There's no more Zozos or Cocos. It's kind of back to a little bit of normality. But I still try and make the names so that they're actually easy. It's easy for me to track how people respond to them on the internet. The one we're making at the moment is called Pentolum. And that's simply because it's really exploring pentagon and variations because one of my inspirations is geometric forms. People of all ages can enjoy it, and people of all backgrounds. It's not something that you need, say, an education in art. It's a really simple experience. مشاهدينا مثل ما بتعرف انه اليوم عيد العمال، ولكن نحن عم نشتغل غير الشغل. نحن كمان تلاميذ شاطرين بصف الدكتور عماد مراد، لانه اليوم عندنا صف تاريخ كثير مشوق وكثير حلو. انا وجوان التلاميذ، مزبوط جوان؟ جاهزه حالك؟ مسك الورقه والقلم. حضرته. هيدا الورقه والقلم. اهلا وسهلا فيك دكتور عماد مراد معنا بحلو الحياه. يعني بنعرف انه عيد العمال في كثير اشخاص بيعيدوا بس ما بيعرفوا شو تاريخه، وفي اشخاص بيعرفوا انه شو تاريخه، ولكن لحد هلا تاريخه ملخبط في صح. كذا فيرجن من وين بلش عيد العمال، ان كان بامريكا ان كان هذا الشخص ام هذا الشخص صح. ولكن شو القصه المضبوطه لعيد العمال؟ هلا بدي احط علامه قبل ما بلش الحلقه.
لكم كتلاميذ لان عاده بحب اخر الفحص بدي احط لكم علامه حسيت صوتك صعب كثير ايه يعني مقبوله مش كثير وانا ما كنت شاطره بتاخذوا اثنيناتكم 20 20 اه خلص مش مش عاطل عليه طب انا يعني. اوكي طيب اوكي اوكي من الناحيه التاريخيه مثل ما قلتي امريكا واوروبا من عندهم طلعت فكره حقوق العمال بس بامريكا الولايات المتحده الامريكيه وقت نقول امريكا يعني يو اس اي الولايات المتحده الامريكيه هي كانت السباقه باحترام حقوق العمال بس هالاحترام ما اجى بسهوله من بعد ما وصلت على امريكا افكار الثوره الفرنسيه وافكار فولتير وافكار مونتسكيو كلهم هودي وصلت على امريكا تقريبا بحدود منتصف القرن التاسع عشر بلشوا العمال بامريكا يقولوا نحن ما عندنا حقوق بدنا اياها في عندنا الضمان عندنا الطبابه عندنا التعليم المجاني نقابات يعني. نقابات بدنا نقابات ما كان في نقابات سنه 1869 عملوا اول نقابه سموها فرسان العمل تجمعوا فيها عمال اللي بيشتغلوا بالتياب نعم. عمال النسيج عمال المناجم وعمال الأحذية وعملوا نقابة وحدة يعني مع أنهم مختلفين أوكي. عملوا نقابة وحدة وقدموا مقترحات للحكومة أو الإدارة الأمريكية حتى يكون في نقابة لهم معترف فيها والحقوق يطالبوا فيها ويصير في عندهم يوم لعيد العمال هيدي النقابة كانت تحفظ حقوقهم يعني؟ صح أول نقابة بأمريكا تحفظ حقوقهم لكن هالطلبات هيدي اللي طلبوها ما أجت بسهولة ضلوا بيطالبوا فيها شي 16-17 سنة بسبب التأخر بالإقرار المطالب سنة تقريبا 1886 اللي هي الفكرة بواحد أيار أعلنوا الإضراب الشامل أوكي أنه إذا ما رح تعطونا عقونا نحن بدنا ننزل على الطريق عملوا ثورة ثورة ما بيتخيل العقل عم نحكي نحن تقريبا من 150 سنة نعم. عم نحكي ثورة رفيعة المستوى نزلوا الناس على الطرقات ما صار ضربة كف أول يوم 350 ألف عامل نزلوا على الطرقات لكن الإدارة الأمريكية ما استجابت لطلبه ردت النظر باثنين أيار تاني يوم ألقت القبض على قيادات العمال حطتهم بالحبس إجا الأمر تصفيتهم اف ايه لكن نحن عم نحكي بيو اس اي يعني نحن اليوم عم نعيد هذا العيد صح. بفرح ما اجى بسهوله يعني وليك قديت يعني تعذبوا من 100 أكيد. سنه تقريبا او 150 سنه شو بتعمل فرق يمكن 100% يعني هذا كان نتيجه تضحيه قدموه الامريكان واكيد كان مش على فتره سنه وسنتين على فتره طبعاً. 17-18 سنه 8 من قيادات الثوره تم اعدامهم العمال خافوا شوي لبدوا لبدوا حوالي 6-7 سنين 1894 بواحد أيار بسبب كمان. مظاهرة مشابهة للمظاهرة تبع 1886 نعم. تم إقرار اليوم العمل العالمي للعمال أو اليوم الأمريكي للعمال وكان نقلة نوعية بتاريخ العمل بكرة أرضية نعم. دكتور مراد عم نحكي عن أمريكا وأمريكا صح. وأمريكا وين دور أوروبا بهذا العيد؟ تقريبا الفكره مثل ما قلت انطلقت من اوروبا ورجعت لاوروبا يعني هي اجت من ثوره فرنسيه وبعدين 1789 وصلت لامريكا امريكا استغلوا العمال هالافكار رجعت لاوروبا تعلموا من هالثوره الامريكيه اللي صارت الثوره العماليه اللي صارت عملوا ثورات ببعض المدن الاوروبيه لكن القيادات ورجال الاعمال الاوروبيه حضنون للعمال كانوا أذكى من رجال الأعمال الأمريكيين حضنون ودغري قالوا لهم معكم حق أنتوا لازم لكم حقوق وعم طلبوا فيها بدنا نعطيكم إياها ورح نعطيكم اليوم العالمي للعمل هو بواحد أيار مثل الأمريكان وكانت أكتر شيء بفيينا بفيينا دغري رجال الأعمال نزلوا معهم على الطريق إيه تيحضنون كانت فكرة ذكية منهم لأنه بخافوا يرجعوا يقوموا عليهم أكيد وبعدين إذا العامل وقعد ببيته بيوقف العمل مزبوط. قال لك أنا رجل الأعمال بخسر شوي من أرباحي بخسر 20-30% من أرباحي بعطي العامل حقوقه برجع برده على العمل وبنرجع بنمشي طبيعي كنا أي مدن كنا عم نحكي كرمال أي مدن أكتر حضنوا شي فيينا أكتر شيء لندن لحقتها وبرلين باريس تأخرت باريس لتقريبا 1922 هي ملفتة باريس رب الديمقراطية والثورة الفرنسية انطلقت من باريس 1922 حتى أعلنوا أول أيار عيد العمال أي دول هلأ صارت تبلش تحتفل بعيد العمال يعني غير باريس بدول مثلا حتى كتير يعني ريسا هلأ هي الفكرة كانت دايما نفكروا الناس أنه أكتر دول بتعيد بعيد العمال هن الاتحاد السوفيتي روسيا اليوم أو الدول الشيوعية لكن الفكرة خاطئة شوي صغيرة لأنه مثل ما ذكرت قبل شوي عيد العمال وقتها أقروا بفرنسا 1922
اليمين والرأسماليين طالبوا فيه. يعني هون تنشوف أنه لا العامل مش بس بالدول الشيوعية هو مكرم، بالدول الرأسمالية وبفرنسا وقتها أقروا عيد العمل نزلوا الحزب اليميني على الطريق يحتفل بهذا العيد. المدن الأوروبية يعتبروه نصر للعامل ونصر للديمقراطية. يعني هون بنقول انه ياخذ حقوقه بالبلاد الرأسمالية اكثر من بلاد الشيوعية. يعني هون في وجهتين نظر، يعني وين محترمينه اكثر؟ الشيوعي بيقول انه الناس كلها متساوية، العامل مثل رجل الاعمال، المواطن العادي مثل السياسة، ومشان هيك بنعيد اكثر لعيد العمال لانه نحن ثورة عمالية انطلقت زمن لينين 1917. لكن اذا منقارن بين المواطن السوفيتي بعهد الاتحاد السوفيتي والمواطن الامريكي بامريكا واوروبا، بنلاقي المواطن الامريكي العامل عايش بطريقه بحبوحه اكثر ومتامل له كل ما يتطلبه الانسان ليعيش حياه عاديه. والفرق وين؟ انه المواطن بالدول الديمقراطيه بتوصل له حقوقه وعنده طموح. يعني انا مواطن عامل بس قررت كمل حياتي، اتعلم اكثر، افتح مؤسسه اكبر، اطور حالي، الي حق. بينما المواطن اللي وصلت له حقوقه بالدول الاشتراكية والشيوعية لا، انت اذا بدك تتطور فيك تتطور بس معاشك ومعيشتك هي ذاتها بتبقى. مشان هيك الفكرة اللي حضرتك سألتيها في عليها علامة استفهام، مين عم يعطي العامل اكثر، مين عم يعطي حقوق اكثر، هل النظام الشيوعي او النظام الرأسمالي؟ ولو كان النظام الشيوعي عطى العامل اللي بيستحقه وعطى طموح اكثر ما كان سقط بالاتحاد السوفيتي وبالمانيا الشرقيه وبدول اوروبا الشرقيه. نعم. والامثال اللي انعطت عن العامل والعطاء العامل انعطت باوروبا الشرقيه اكثر قبل ما ينعطى عيد العمال. اكيد يعني فولتير ومونتسكيو حيوا العامل قبل ما نوصل للفكر الاشتراكي مع كارل ماركس او مع لينين بالاتحاد السوفيتي. نعم دكتور مراد، يعني اليوم الصف كان كثير ممتع انا بنظري، ما استفدت كارل. انا دائما بستفيد، دائما بستفيد. هو كل صفوفك بتكون كثير ممتعه، واليوم يعني كنا تلاميذ شاطرين وسمعنا بس انا بعرف اليوم تلاميذ بفرصوا. ايه اليوم يعني هيدي اللي سمعيتكم اكثر شيء، انتم معايا لكم دوبل بس يعني كل العالم فرصه وراح على البحر وعم طالعين ناس على الجبل وعم بيعملوا طيب حلو. نحن طقسنا هون بالاستديو بعقد انه حلو الحياه. ايه بس حلو الحياه كمان على التلفزيون. حلو الحياه بوجودك كمان. اهلا وسهلا فيك دكتور مراد. حلو الحياه مشاهدينا، بريك اخير مش عم نتابع بعده حلقتنا من حلو الحياه. وصلنا مشاهدينا لاخر قسم من حلقتنا، وصار وقت نضوي على مدارس جنة الاطفال مع المديرة العامة لهالمدارس ماريتا فريم. اهلا وسهلا فيك بحلو الحياة. اليوم رح نحكي شوي عن مدارس جنة الاطفال، بس كمان رح نحكي عن معرض رح ينعمل بالاسبوع المقبل. قبل كل شيء خبرينا شوي، عارفين هيك باختصار عن مدارس جنة الاطفال. جنة الاطفال هي جمعية عندها ثلاث مدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي. عندنا هالسنة 1700 تلميذ منعلمهم، هي شبه مجانية. هدفها هي تاخد التلميذ يلي من عيال ما عنده مداخيل تسمح لهم يروحوا على مدارس خاصة، تحطهم عندها وتعطيهم أحسن مستوى من العلم. هالتلميذ وعندنا كمان مكتب اجتماعي بيهتم بكل شيء بحيط بالتلميذ، مجتمعه، عيلته، بيئته، تيخلق له كل بيئة النجاح يلي هو لازم نتوصل نحن ويا فيها. يعني لأي صفوف عم تعطوا تقريبا؟ نحن بنعطي ما قبل الابتدائي والابتدائي، يعني هي للستيام، مفروض تكون للسيزيام، مع الأسف ما عندنا محلات للسيزيام، لأن بنعتبر إنه هيك منأسس الولد بعدين بيروح محل ما بده، على المدرسة الرسمية، على المدرسة الخاصة، بيقدر ينجح. والستاتستيك تبعنا يلي عاملينها نحن على السنين، صار لنا عمرنا 16 سنة، تبينت إنه لحد هلا عندنا 650 تلميذ تركوا المدرسة، عندنا بس 8 منهم ما كملوا، الباقي كله كمل، صار في تلميذ بتاني سنة جامعة ونحن عم نتبعهم سري ولا سنة تنضلنا منتبهين إنه ما يصير في التلميذ يتركوا المدرسة ويروحوا يشتغلوا. هدفنا إنه كل تلميذ لبناني يكون عنده كل المعطيات تينجح بمستقبله ويغير سيرة حياة عائلته،
يقدر يلاقي وظيفة، يقدر يتقدم، يقدر ينجح. وهي هذا كان الهدف الأساسي، ونعطي كل الثقافة اللي لازم تكون عنده. الرسالة واضحة من 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 الجمعية ومن المدرسة أيضا مثل ما تفضلت سيدة فريم، ولكن كيف عم بتكون الاستمرارية؟ بس عم بتقولي حضرتك إنه شبه مجانية المدارس، يعني كيف عم تقدروا تستمروا؟ شبه مجانية يعني عندها دعم قليل من الدولة. نعم. أكيد بيجي بعد 4-5 سنين، ما بيجي بوقته. عندنا كمان قيمة على المجتمع الأهلي، بس قول المجتمع الأهلي في متطوعين أو بيفوتوا على صفوف بيساعدوا المعلمات، أو عاملين لجان بيعملوا فاندريزينج إيفانتس. نعم. أو كمان في مؤسسات، جمعيات، مؤسسات تجارية، يعني عم بحكي أمباساد يعني. بيبعتوا غراض، يعني مثلا بدنا ورق، بدنا قلم، بدنا طرش، بدنا دهين، بدنا أي شيء، كمان they support us. كما أنه في مؤسسات بيعملوا مثل social responsibility service عنا، بيجوا الموظفين كلهم وبيعيشوا بالمدرسة نهار مع التلاميذ وبيقدموا لنا يلي نحن عايزينه، بيكونوا هن عم بيعملوا مثل الخدمة الاجتماعية يلي لازم يعملوها. يعني واضح قد تلاميذكم محظوظين فعلا بمدارس جنة الأطفال. وكمان عم نعرف انه مثل ما قلت انه في لجنة عم تعمل فاندريزنج ايفنتس، وفي معرض رح يكون الأسبوع المقبل، ما هيك؟ عن شو المعرض؟ نحن بالكوريكولوم تبعنا ما بنأسس بس على العلم الأكاديمي. حد العلم الأكاديمي عندنا كل شيء فن أو رياضة، يعني عم بحكي مسرح، أر بلاستيك، سبور، دانس، إكسبريسيون كوربوريل، لأن منعتبر إذا بدنا نشتغل على شخصية الولد لازم نشتغلها بكاملة. في كتير تلاميذ منهم شاطرين، منهم عاطيهم ربنا إنه يكونوا بين البارعين، بينما بيكونوا بارعين بغير مجال. هذا المعرض خلق لهالتلاميذ يلي هن اجوا اساتذة الفن وقالوا انه هو تلاميذ كثير شاطرين بالفن، عندهم شيء بارع. قعدنا نحن ولجنه من النساء وصرنا نفكر شو لازم نعمل. اقترحنا انه نعطيهم شانس لهالولاد يروحوا يعيشوا يومين مع فنان لبناني عنده بالاتوليه تبعه ويخلقوا بينتينج هن وياه. وهيك عملنا، اتصلنا تقريبا، جاوبنا بوزيتيفمون تقريبا 18 فنان لبناني. ونقينا هالتلاميذ يلي اوقات ما عندهم تشانس يطلعوا مشوار من بيتهم، واخذناه هون مضوا على يومين او ثلاثه حسب طلب الفنان، قعدوا عنده بالاتوليه وعملوا بينتينج معه وفسر لهم ليه هو بينتر وكيف وصل وشو التكنيك اللي بيستعملها، وخلقوا هن وياه بينتينج. حلو. وعملوا يعني سوا. الأولاد اللي عم يعملوا بيتراوح بين 9 سنين و 12 سنة. هو اللي عم يعملوا بشراكة، هو اللي عملوا بينتينج. عنا تقريبا بين 18 و 20 ولد، وكلهم رسمات مائية. لا يعني في مائية، في كولاج، في زيتية، في من كل شيء. حسب يمكن خط الفنان، كل شيء حسب خط الفنان. وحتى نحن نقينا كيف الولد بيصور، نقينا له الفنان يلي شوي بستايل تبعه بيشبهه شوي تيتقرب منه ويفهم. يعني نتأمل بهالخطوة انه نسمح لهالولاد هن كمان بعدين يمكن يصيروا فنانين. ما حدا بيعرف، ما بعرف. نعم. يوما ما يصيروا من الفنانين. هيدي الكارت يلي هي العزيمة تبع البادينج ارتست يلي هو التايتل تبع المعرض يلي بده يصير برانينج هورس جاليري على كرانتينا حدث ليب كونفور. نعم. وهو بده يصير بتسعة شهر الافتتاح من الستة للتسعة عشية وبيضل لحد 11 الشهر. قديم حماسين لأولادهم رح يشوفوا لوحاتهم بقلب معرض عنا الأولاد رح يعرضوا اللوحات يلي عملوهم مع الفنانين يلي عم نشوفهم هلأ، كما أنه رح يعرضوا لوحاتهم اللي عملوهم بالصف كمان. حلو. والفند تبع كل شيء مداخيل تبع هاللوحات بيرجع أكيد للمدرسة أكيد. أوكي. بدل ما نعمل عشاء أو ترويقة لقينا أنه نحن نمينا شخصية التلميذ، عملنا له أوبنينج، رح يكونوا هن موجودين بالمعرض على الافتتاح، عم بيشرحوا لوحاتهم، عم بيستقبلوا الأهالي، المعازيم وكلهم. في تصوير، شفتنا صورة عم بتصوروا، في تصوير كمان، صور فوتوغرافية. في كل واحد عمل شيء، في سكالتشر، في تصوير، في بينتينج. سكالتشر 9 سنين ولا 12 سنة؟ في منهم عملوا سكالتشر، واحد بفتكر عمل سكالتشر، حسب الفنان يعني أكيد. حاس حاله بده يشتغل له أكثر. صحيح. على ريشي ما مقضيته الريشي. بس ما في أقول لك التلاميذ الفرح يلي عاشوه. أكيد طبعًا. إنه it's something very كثير 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 سبيشال. هالنهار يلي راحوا وشافوا فنان وسمعوا فيه. على كل حال هيدا برنامج كل سنة بفوت عنا. بالبرنامج العربي بصف الستيام كل سنة بياخدوا شخصية لبنانية
بيعملوا ريسيرش عنا وبتجي لعندهم تقعد عندهم بالصف وبيحكوا مع بعضهم وبيتناقشوا على المواضيع يلي عملوا عليها. سيدة فريم يعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. هذا المعرض يمكن هذه أول سنة ولكن إن شاء الله يستمر للسنوات المقبلة، لأنه الفكرة رائعة حلوة، بس الولد كمان تكون إذا في مرحلة من حياته معتمة ترجعوا أنتوا تضويلوا إياها بالألوان يلي إن شاء الله كمان عم يشتغل فيها من ناحية اللوحات. أهلا وسهلا فيك. في كمان الفنانين قالوا لنا هالولاد ضولنا كمان أشياء، أكيد طبعا نحن انبسطنا عطيونا أكثر ما رحنا عطيناهم. وذلك ينعاد عليكي كمان. ميرسي كمان، يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقة اليوم من حلو الحياة، بدي أعيد الجميع، بدي أعيد أرجع جوان، ما نشكر كل أكيب الـ LBC اللي كان موجود بعيد العمال، طلعنا اليوم على الهواء بس كرمال تنكون نحن مشاركين فرحتكم والعيد معكم. لهون بتنتهي حلقة اليوم، إلى اللقاء لبكرة نفس المواد، باي باي.